السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الأنوار عليكم جميعا، جيسبيغ تكونوا بخير. ألوغ اليوم شنو كاين؟ اليوم واحد النهار اللي هو سبيسيال ومميز، لأن ما عرفتش أنا فاش كنت كنفكر وكيفاش فكرت وكيفاش احتقت لكم أنني خديت تحدي مع راسي 6 الفيديوز في النهار. أنا مسخوطة أنا. يلا نبداو على بركة الله. دونك الفيديو الاولاني شنو بغيت نعمل فيه؟ عندي دو كونترول ياك ديال الفيزيك، غادي نخدمو معكم ديريكتومون من مور هاد الفيديو غيتحطو. قلت علاش جاتني واحد الفكره نعملو واحد الفيديو فيه مراجعه شامله الاستعداد للفرد الاولاني، بحال اللي انا جالسه معاك في الدار ياك حداك، جالسه يا فوق حدا الطبله ولا حدا البيرو ولا فين ما كان، وجالسه كنراجع معاك. دابا غنقول لك شنو اللي مهم، شنو اللي خصك تحفظ، ونفهمك بزاف ديال الحاجات بالنسبه للدرس الاول والدرس الثاني. صافي دابا غادي تشوفوا الفيرسون ديالي، اولا تشوفوا واحد صوره مختلفه على ملي كنكون في اليوتيوب، لانني ملي كيكونوا التلاميذ معايا كنكون كنشرح ماشي بحال اليوتيوب. دونك لاحظوا معايا كيفاش كنشرح. بالنسبه للكور الاولاني قلنا كلكو ماتيريو او كوتيديان، بعض المواد في الحياه اليوميه ديالنا. غنتعرفوا على لي ماتيريو. ملاحظه الاولى، لي ماتيريو مي كتكون باكس راها اون بلوريال، ولكن السينغولي ديالها المفرد ديالها شنو هو؟ ماشي ماتيريال. هاي معلومه جديده، ماتيريو سون اكس، وعاقلوا على هادي، ماشي اي واحد يقدر يقولها. وهاد المعلومه باش عرفتها مهمه، شفتها في واحد الامتحان، عطاو واحد السؤال واش واش السينغولي ديال ماتيريو هو ماتيريال. دونك سي فو، لان السينغولي هو ماتيريو سون اكس. اوكي نبداو على بركه الله، ولكن قبل ما نبداو عافاكم خليو لايك للفيديو وابطوا التعليق، كتبوا لي اي حاجه بغيتوها. طبعا جلسوا في واحد البلاصه ترانكيل ساكتين، سدوا عليكم بيتكم ولا في اي بلاصه كنتو فيها وركزوا معايا. دونك اوبجي اي ماتيريو، دونك اول حاجه، و جو بونس كو صافي دابا نتوما هاد المساله يعني متمكنين منها، ديال الفرق ما بين اوبجي وماتيريو. شتي لاحظتوا ماتيريو سون اكس ماشي ماتيريال. Donc on appelle matériau toute matière employée à la fabrication des objets. Mais bien. Donc on appelle matériau. Donc شنو هو matériau؟ Toute manière, toute matière, أي مادة كنستعملوها باش نصنعو des objets. SM. Les matériaux qui nous entourent peuvent être classés à trois grandes familles. Donc les matériaux, ثلاثة ديال les groupes ou ثلاثة ديال les familles, ثلاثة ديال المجموعات. عندي les matériaux métalliques ou les métal اللي هما الفلزات. عندي les matériaux organiques اللي هو بحالاش هادو ما عرفتش واش قريتوهم ولا لا. لي ماتيير لي ماتيريو اورغانيك اللي هما المواد العضويه، ولكن كنشوفها بزاف في الامتحانات. ولي ماتيريو سيراميك اللي هو السيراميك، داكوغ واخ. دونك لي ماتيريو ميتاليك اللي هما الفلزات، اكزومبل بحالاش بحال لو فير الحديد، لو كويفر النحاس، لالومنيوم والزنك. ديرا زيد لي ماتيريو اورغانيك. Ce les matériaux organiques, ils se distinguent par leur origine naturelle. Ils se distinguent par laine, miel, cuir, le bois, le papier, le wara, ou industriel, ou la sénéaï, le plastique. On passe les matériaux céramiques. Exemple pêche. Donc les matériaux céramiques, le verre, zège, la terre cuite, le porcelaine, le marbre. Un objet peut être fabriqué avec différents matériaux. Donc, tu as un objet qui peut être fabriqué avec différents matériaux.
Et un matériau permet de fabriquer des objets différents. فعلا واحد المادة يمكن لي نصنع بها بزاف ديال الأجسام. Exemple. Le téléphone est un objet fabriqué avec le verre, le plastique et le cuivre. Donc, le téléphone, كتلقاه مصنوع من الزجاج والبلاستيك. فيه زجاج وفيه البلاستيك وفيه حتى الكويفر. D'accord? On passe. Donc, deuxième paragraphe, je nous fais. Distinction entre les matériaux par leurs propriétés. Propriété des métaux. Ah, de belles filisettes. غادي نعرفوا الخصائص لي بروبريتي هما الخصائص ديال الفلزات. لي ميتو سون داليتا سوليد كوم اذا الفلزات في الحاله الصلبه بحالاش الالومنيوم لو كويفر ليتان لو فير نيكل بلومب عقلو زنك الكابالت وي المغنيسيوم لارجون لور هادو كاملين سو سون دي ميتو فيليزات داكور سوف لو ميركور زئبق كي سو تروف ا ليتا ليكيد ها دونك الزئبق كيكون في الحاله السائله لي ميتو زون دي بروبريتي كومون كوم عندهم الفيليزات عندهم خصائص مشتركه بحالاش كاين واحد التمرين في الفرد كيقول لك شنو هما عطيني دو بروبريتي كومون مشتركه بيناتهم اول حاجه كوندكسيون الكتريك توصيل الكهربائي دونك توت لي ميتو كوندويز دو ليكتريسيتي جميع الفلزات كتوصل ليا الكهرباء لوغ اي لارجون اي لو كويفر سون لي بون كوندكتور دونك شكون هما موصلين الجيدين ديال الكهرباء عقلو الذهب فضه والنحاس conduction thermique توصيل الحراري tous les métaux conduisent de la chaleur جميع الفلزات كي يمروا ليا الحراره malléable et aussi résistant au choc مرنين ماشي مرنين ومقاومين للصدمات يعني ما كيتهرسوش بسهوله غومارك شوفوا واش غومارك واش نحتاجوها نو ماشي شي حاجه يلا دابا ملي سالينا من لي بروبريتي د ميتو شفتوا الخصائص ديال الفلزات شحال من حاجه كاينه اون باس لي بروبريتي دو فير الخاصيات ديالاش ديال الزجاج دونك لو فير اي اسونسيلمون فورمي دو سيليس اي سي او 2 كي سو تروف دون لو سابل لي يعني هو كي كان الزجاج كيتشكل ليا من السيليس اللي كيكون في الرمال مزيان Le verre a des propriétés communes suivantes. Donc, zoujage, un de khasa ismoucharaka, ma bin l'anouad zoujage kamli. Isolant électrique à clos, fahoua, azi l'karaba, zoujage ma kim rjlia l'karaba. Faible conductivité de la chaleur transparent. Donc, un de wahed, yani moussel radi l'harara. imperméable au gaz et au liquide يعني لا يسمح بمرور الغازات والسوائل recyclable قابل لإعادة التدوير أو لإعادة التصنيع يعني كيمكننا نعجنو الزاج ونعملو به حاجة أخرى résiste bien à de nombreux produits chimiques عقلو على هاد البروبريتي كيقاوم ليا بعض المواد أو لي برودوي المواد الكيميائية مي فراجيل ولكن fragile يعني se casse facilement lors d'un choc يعني كيتهرس بسهوله اثناء واحد الاصطدام يعني كنطيحو ولا كي كيتزالح مع شي حاجه كيتهرس مزيان يلا ندوزو دابا لي بروبريتي ديالاش ديال البلاستيك شنو كنعرفو على الخاص شنو هما الخصائص ديال البلاستيك Le plastique est une matière synthétique صناعيه formée par l'industrie بتروشيمي كيتصنع ليا في المعامل ديال البترول ديال البترول الكيميائي ا دي بروبريتي كومون سويفون دونك شنو هما الخصائص المشتركه ما بين البلاستيك ايزولون الكتريك عقلو فهو مقاوم كهربائي ليجي خفيف البلاستيك خفيف imperméable au gaz et au liquide لا يسمح بمرور النفاذيه ديال الغازات والسوائل
روسيكلاب طبعا البلاستيك قابل لإعادة تدوير أو لا قابل لإعادة تصنيع بحكم أنه شنو بحكم من كيمكن لي نعجنو عاود البلاستيك وكنصنع منه حاجة أخرى. نو رياجي با افيك دي نومبرو برودوي شيميك، ما كي نو رياجي با، ما كي المهم مشات لي بالعربية، ما كي شنو نو رياجي با افيك دي نومبرو برودوي شيميك، مي سون فلام اي دي فورم فاسيلمون. عقلو عليها، كي سون فلام يعني كتشعل فيه العافية بسهولة، و كي دي فورما كذلك بسهولة. دونك اون باس، وصلنا دونك كيف ما قلنا البلاستيك. لاحظوا معايا هاد المواد، هاد لي زوبجي كاملين من البلاستيك. كاين عندي صندال بوتوي دو، دونك لي بوتوي كيتصنعوا من البلاستيك، تيسو و كورد غوبلي و تيوب اونغان. دونك لاحظوا معايا الا هادو هما الانواع ديال البلاستيك. هنايا عاملين لكم خمسه ديال الانواع. دونك كاين بي او بوليتيلين، بي او تي بوليتيلين تيريفتالات، بي بي بوليبروبيلين، و بي اس بوليستيرين، و بي في سي بوليكلورور دو فيم. داكور، يلا هون باس. دونك ديستينغ تخوازيام باراغراف، ديستينكسيون اونتر لي ماتيريو دو لا ميم فامي. دابا حنايا عرفنا ان لي زوبجي فيهم ثلاثه، ولا لي ماتيريو فيهم ثلاثه، لي ماتيريو باردون فيهم لي ميتو البلاستيك ولو فير. دابا نشدو ديك لي ميتو، كيفاش يمكن لي نعرف دابا كاملين لي ميتو، كيفاش يمكن لي نعرف منهم شكون هو الذهب، شكون هو الفضه، شكون هو النحاس، شكون هو الحديد. داكا لي ميتو، دونك لي ميتو لي بلوز اوتيليزي دون نوتر في كوتيديان سون. دونك شنو هما الفلزات الاكثر استعمال في الحياه اليوميه؟ الحديد، الالومنيوم، النحاس، الزنك، الذهب والفضه. بور ديستينغي كلكو ماتيير ميتاليك كونتريل اون اوتيليز دي تيست سامبل. واخا شنو كنحتاجو؟ اختبارات بسيطه، ثلاثه ديال الاختبارات. عندي لا كولور، وعندي هذا البروبريتي مانيتيك يعني المغناطيس، وعندي تيست دو دونسيتي يعني يعني الكتله الحجميه. بالنسبه لا كولور، لو كويفر شمن لون عنده؟ اي ريكونيسابل غراس ا سا كولور، روج بريك احمر اجوري، او لا او لا كن او لا روج اورانج، او لا روج اورانجي. ثلاثه ديال الاسماء عندها. اي لور طبعا لور جون بريون يعني اصفر لامع. بالنسبه لي بروبريتي مانيتيك، شكون اللي كينجذب من طرف المغناطيس؟ طبعا لو فير. دونك لو فير اي لو حتى الكوبالت عقلو والنيكل سون اتيري بار لي مون. هما ثلاثه ديال ثلاثه الفلزات اللي كينجذبوا بالمغناطيس. بالنسبه لي شكون الاخف وشكون الاثقل، كنستعملو بالتيست دو تونسيتي. دونك الالومنيوم غو يعني لا ماس فوليميك ديالو هي 2 غرام بار سنتيمتر كوب فيرغول 7، اي موان دونس. دونك اخف واحد هو الالومنيوم، واثقل واحد هو لو فير، موان دونس كو لو فير. فوالا داكور. دونك لاحظوا اسيد دارجون، دونك هذه الفضه، اسيد دالومنيوم سينيا ديال الالومنيوم، اسيد دور هادي ديال الذهب، وهادي ديال لو كويفر النحاس. داكور. دونك كيف ما قلنا هو النحاس هاد اللون ديالو احمر اجوري، دونك هذا الاصفر، الالومنيوم اخف واحد. فوالا اون باس البلاستيك. دونك البلاستيك كذلك فيه انواع كيف ما ديجا شفنا. هاد الطابلو يتحفظ، عملوا سكرين وكتبوه عندكم، تكتبوه بيديكم في واحد الوريقه، وانتم كدوروا انتم كتقراو في ديك الوريقه حتى تحفظوه. دونك لو نون دو بلاستيك، شوفوا انتم في 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 دفتر الدروس ديالكم الاستاذ شحال حدد لكم من نوع. كاين اللي حدد، كاين اللي حط لهم خمسه كامله، كاين اللي حط له غير ثلاثه. دونك عندي بي او تي، بي اس، بي بي، بي في سي، اي بي او. بالنسبه للوغو، اللوغو هو واحد المثلث. دابا الى طلب منك قلت لكم الى طلب منكم تعملوا اللوغو ديال مثلا بي او تي، بي او تي لاحظوا معايا شنو غندير. بي او تي الرقم ديالو هو واحد، انا من سام بحال هكذا
سهم بحال هكذا وسهم بحال هكذا، داكوغ. تدربوا على هاد المثلث، هو كاين ثلاثة ديال الأسهم كيشكل ليا مثلث. دونك الرقم ديال بي او تي هو واحد، البي اس ستة، بي بي خمسة، بي في سي ثلاثة، والبي او كاين بي او جوج الأنواع، كاين جوج وكاين ربعة. دونك تيست دو ريكونيسونس باش كنعرف هاد النوع ديال لي بلاستيك. بالنسبة للبي او تي، نو فلوت با سوغ لو دوس، كاملين. واحد لي كي فلوت سوغ لو دوس هو بي او، عقلو عليها، تقدر تعقلو عليها بحال هكدا. البي او النوع البلاستيك الوحيد الذي يطفو فوق الماء العذب، يطفو فوق الماء العذب، فلوت سوغ لو دوس. نو فلوت با سوغ لو سالي، دونك هذا يطفو وهذا يطفو وهذا يطفو، ثلاثة الأنواع ديال البلاستيك اللي كيطفو فوق الماء المالح، شكون هما؟ بي اس، بي بي، و بي او. مزيان. دونك هنا سونغول سو لافي دو لا شالور نو سونغول با، هادي ما درتوهاش. واخ عملتو تيست اخر ديال الذوبان في لاسيتون، نشوفو شكون اللي كيدوب وشكون اللي ما كيدوبش. نو سو ديسو با، دونك ما كي كاملين فيهم ما كيدوبوش في لاسيتون. بالنسبه للشعله، لاحظوا معايا، بالنسبه للبي في سي بغول افيك اون فلام فيرت، دونك ملي كنحرقوه كيعملنا واحد اللهب، شعله اللون ديالها خضراء، فهو البي في سي، داكوغ. لاحظوا معايا، باردون، دونك بالنسبه للبي اس هو بوحديته اللي يطفو، اللي كيدوب في لاسيتون، داكوغ، كيدوب في لاسيتون، لاسيت، فوالا، هو البي اس، عقلوا عليها. اي فوالا، دونك بهذا كنكونو سالينا الكور الاولاني، صافي، يلا اون باس لدوزيام كور. دونك بالنسبه لدوزيام كور اللي هو لي ماتيريو اي ليكتريسيتي، يعني المواد والكهرباء. فوالا، دونك لي ماتيريو اي ليكتريسيتي، دونك لا ستركتور دو لاتوم او لي كونستيتيون دو لاتوم، يعني البنيه ديال الذره، و لي كونستيتيون يعني المكونات ديال الذره. دونك لاحظوا معايا، هذا هو النموذج ديال الذره، لاتوم دو ليثيوم كونتيان 3 الكترون، لاحظوا معايا. دونك بالنسبه للذره دائما فيها النويو الوسط وفيها لي زيلكترون اللي دائما كيتحركوا، داكوغ. بالنسبه لهاد الذره هادي اللي فيها ثلاثة ديال لي زيلكترون، الاسم ديالها هي ليثيوم، دونك ذره الليثيوم هي هادي. دائما في اي ذره عندها النويو، عندها واحد العدد معين ديال لي زيلكترون اللي كيحوموا حول النواه. Donc la matière est constituée d'atomes de petite taille. Leur diamètre se mesure en utilisant une très petite unité, le nanomètre. D'accord? Les atomes sont eux-mêmes constitués de. Donc à Roma, juste les choses qui sont communes à le noyau et les électrons. Noyau les huénawet. Le noyau est situé au centre de l'atome, donc et porte des charges électriques positives. Et leur diamètre est plus petit que le diamètre de l'atome. Et leur masse est pratiquement égale à la masse de l'atome. Donc déjà قلت لها في الكور الكتله ديال النواه كتساوي ليا الكتله ديال الذره كامله. Voilà, le nombre de charges positives du noyau d'un atome est appelé le numéro atomique noté Z, c'est une caractéristique de l'atome. Donc العدد ديال الشحنات الموجبه ديال النواه كتسمى بالعدد الذري Z. Les électrons, donc les électrons sont des particules très petites, tournent autour du noyau qui dort hawla yahumuna ou la yadourun hawla an-nawat. Leur masse est négligeable devant la masse du noyau. Donc déjà قلتها في الكور ان دونك الكتله ديال الالكترونات ياك الكتله ديال الالكترونات فهي مهمله. فوالا.
شاك الكترون بورت اون شارج الكتريك. كيف عامله نيجاتيف؟ كل الكترون فهو كيحمل شحنه كهربائيه سالبه. نوتي موان او افيك او اي لا شارج اليمونتير اللي هي الشحنه الابتدائيه. دونك دائما او عقلوا عليها او ايغال 1.6 فوا 10 بوسونس موان 19 كولوم. داكوغ؟ و فوالا و شاك الكترون بورت اون شارج الكتريك نيجاتيف. دونك موان او راهي لا شارج الكتريك نيجاتيف. داكوغ؟ فوالا. دونك الوحده هي كولومب، ها هي. دونك الكولومب يونيتي يونيفرسال دو شارج الكتريك، عقلوا عليها. السي هاد السي كولومب هي الوحده العالميه ديال الشحنه الكهربائيه. دونك شاك اتوم ا ان نومبر زيت ديفيني دي الكترون افيك ريسومبلانس انتر تو لي الكترون دو تو لي اتوم. دونك زيت هو العدد ديال الالكترونات. دونك لاحظوا معايا الجدول، ركزوا فيه مزيان. لا شارج دو نوايو دو لاتوم، الشحنه ديال النواه ديالها، دائما البلوس ياك، حيت قلناها الشحنه ديال النوايو هي بوزيتيف. شارج دي زيلكترون، دونك هنا لي زيلكترون راه الموان، وهنايا النوايو راه البلوس. لا شارج داتوم، طبعا لا شارج داتوم كامله هي لا شارج ديال لي زيلكترون بلوس لا شارج ديال النوايو. دونك غادي نجمعهم شحال تعطيني، دائما كتعطيني زيرو. داكوغ؟ بالنسبه للاتوم اكزامبل دي زاتوم، هذه اللي قلت لكم في الكور قلبوا عليها، انا جبت لكم الجدول، سكرينيوه خرجوه امبريميوه كتبوه، المهم وحفظوه، هذه اهم حاجه. دونك عندي لي زاتوم: هيدروجين، كربون، الومنيوم، الكلور. الكلور سائل، لو فير والكويفر. فوالا اف او واقيلا لو فير. بالنسبه هو ديجا ها هما كاينين السامبول ما شفتهمش. دونك ها السامبول ديالو، الرمز ديالهم ها هو زاد. دونك هما مكتوبين هنايا بالترتيب على حسب العدد الذري ديالهم. الهيدروجين عنده واحد، يعني الكترون واحد. الكربون 6، الالومنيوم 13، الكلور 17. وسادة واش نحفظوا الزاد؟ اه حفظوا زاد، يقدر يتعطى يقدر ما يتعطاش. لا شارج دو نوايو، الشحنه ديال النواه دائما بلوس. شفتو؟ دونك لا شارج دو نوايو دائما العدد الذري قبل منه زائد ومن بعد منه او، هي لا شارج. شارج دي زيلكترون، لي زيلكترون العدد الذري كنحطوه قبل منه نعملو الموا، مورا نعملو او. شارج دو لاتوم دائما لا شارج دو لاتوم كتساوي صفر، وحيد. شارج نوايو، دونك شارج نوايو، لاحظوا نوايو هنايا ب او هي لا شارج، ولكن هنا بكولومب. دونك شنو غدير؟ اصلا يعني اضرب واحد في او، واحد واحد في او، و او شحال هي هاد العدد اللي هو 1.6 في 10 بيسونس موان 19 كولومب، هادي هي او. دونك مثلا لا شارج الكتريك ديال الكربون هي 6 في 1.6، داكوغ؟ هادي 13 في 1.6 وحنايا ماشيين. لا شارج دي زيلكترون بالكولومب، طبعا هاد الاعداد هادو غادي تعاودهم تعملهم الموان وعقلوا على الوحده كولومب. هنايا الكترون ماشي او، او يعني ديال لا شارج، ها هي، حيت هما طلبوها لك بأو. داكوغ، سالينا من لي زاتوم، اون باس لي زيون اللي هما شكون هما؟ هما قلنا الايونات بالعربيه، الايونات. ردوا البال لهاد الفيديو، كنت باغا نقولها لكم لهاد الدرس هذا، الدرس هذا غيتبعكم حتى للبكالوريا. عرفتوا اذا ما فهمتوش هاد العام مشيتو فيها، داكوغ؟ عافاكم، ركزوا فيه، لان لا باز هذا هو لا باز ديال 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 هاد الشيء ديال الذرات والالكترونات والايونات، هذا هو لا باز ديالو. ضروري تفهموا هاد الدرس هذا باش تمشيو مرتاحين في البكالوريا ان شاء الله، زعما الثانوي كامل. يلا هم باس، كيمشي لي ستيلو ما عرفت فين كنحطو.
Donc, définition d'ion. Un ion provient d'un atome ou d'un groupement d'atomes ayant perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, l'ion qui gagne une dara ou la مجموعة ديال الذرات اللي فقدوا أو اللي اكتسبوا مجموعة ديال الإلكترونات. Il existe deux types d'ions. Les types كاينين les cations et les anions. Les cations من الكاتيونات. Les ions positifs عقلو proviennent d'un atome ou d'un groupement d'atomes ayant perdu. بيناتهم هاد العلاقة معاكسة. الأيونات المجابة كتجي من واحد الاتوم اللي فقدوا واحد الالكترون او لا بزاف. لي زانيون هما واحد الايونات اللي هي سالبه من جانب واحد الاتوم واحد الذره او مجموعه ديال الذرات اللي كسبوا الكترون او لا اكثر. انيون مونو اتوميك عقلتوا على مونو اتوميك احادي الذره اي كونستيتو دان سول اتوم شتي فيه ذرة واحدة. اي انيون بولي اتوميك متعدد الذرات اي كونستيتوي بار ان انسامبل داتوم. دونك كون باس لي سامبول دي زيون الرمز ديال الايونات. دونك لاحظوا معايا هذا الرمز ديال ايون ديال الكلور سائل موان وهذا الرمز ديال الايون ديال الالومنيوم ال 3 بلس. لاحظوا معايا دونك هادي هي النواة وهادو هما لي زيليكترون. هادي هي النواة وهادو هما لي زيليكترون. دونك سي ال موان هي الذرة هي ملي الذرة اكتسبات هي غاني جات واحد الالكترون وتزادت على تزادت هنا رجعت لي سي ال موان. يعني الايون هاد الايون هذا سي ال موان سي ال موان خصو يفقد واحد باش يرجع ذرة والذرة زادت واحد ورجعت ايون. فهمتوا؟ بالنسبه للالومنيوم دونك ال 3 بلس يعني هاد الايون خصو يزيد 3 باش يرجع ذره. اذا الذره شنو وقع لها؟ فقدت 3. ها هي مشات لوحده مشات لوحده مشات لوحده ورجعت ليا ايون. ها هو الشرح ما شفتوش المهم نعاودو نقراوه ماشي مشكله. لاحظوا خليها هكا احسن. دونك لاتوم دو كلور سائل qui contient 17 électrons. Donc le nombre de d'atomes de l'eau est 17. A gagné un électron, l'atome se transforme en ion négatif. Donc la charge électrique a ou d'abord عقلو d'abord طوم معايا بالمزيان الا فهمتوا هادي غتعرفوا تبقاو تخدموا التمارين بوحديتكم. La charge électrique donc la charge électrique d'électrons شحال تكون. Donc la charge ديال اصلا فيها الموان وديال الايون دونك هنايا غاني وحده وما 17 تزادت وحده هي 18. لا شارج الكتريك دو نوايو نوايو دائما بوزيتيف النوايو ما وقع لا والو غتبقى نفسها. لا شارج الكتريك ديون لا شارج الكتريك ديال الايون كامل راه هما لا شارج ديالهم بجوج دونك هادي زائد هادي شحال عطات موان زان او. لو سامبول ديون دو كلور هو سائل موان الرمز ديال الايون هو السائل موان. اون باس لاليمونيوم 3 بلس لاتوم ديال الالومنيوم كي كونتيان دونك هي العدد الذري ديالها شحال 13 الكترون ا بيردو 3 الكترون دونك شحال ترجع على 10 ولكن حيت هنايا لي الكترون عمل الموان هنايا النوايو غيبقى نفسه لان النوايو ما وقع ليه والو في مي كنقصوا ولا نزيدو كنزيدو في لي الكترون. شارج الكتريك ديون اي وكنجمع هاد الجوج هادو كيعطيوني بلس 3 او. داكوغ لو سامبول الالومنيوم هو ال 3 بلس. كونكلوزيون دونك بور ايكريير لو فور لا فورمول شيميك دو كاتيون اون انديك اون هو على دروات دو دونك صافي كيف ما قلت لكم السائل هذيك الموا كتكون على اليمين الفوق و ال 3 بلس على اليمين الفوق هادشي اللي بغاو يقولو هنايا. الكاتيون كنزيد البلوس والانيون كنعمل الموان. دي زيكزامبل ديال لي زيون تاع هاد الجدول صراحه ما كرهتكمش تعقلوا عليه ولا تحفظوه. دونك هما لي زيون ها هو السامبل ديالهم. دونك كاينه الذره ديال اج ياك ولكن كاين الايون اج بلس
Al3 plus, Ca2 plus, Cl moins, Cl au moins, CO2 plus, Cl3 2 moins, NO3 moins, O2 moins. La charge E. ها هي دائما العدد هذا. ماشي شحال كاينين دونك. اذا هو الجدول قسم 3. ها هما السامبول ولا شارج ديالو. داكور فوالا. دونك بهذا كنكونو سالينا الفيديو الاول. بالتوفيق لكم جميعا. تلاقوا فيديو قبيله ان شاء الله. دمتم في رعايه الله.